النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم أن تخلصوا النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. كنا نتذاكر في بعض أحكام الجماعة، صلاة الجماعة في المكتوبات في الصلوات الخمس فرض كفاية، وقال بعض الأئمة إنها فرض عين، يعني يجب على المكلف إن وجد أن يصلي جماعة أن يصلي جماعة في الصلوات الخمس في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء وجوبا عينيا. والشخص الذي يريد صلاة الجماعة المستحب له أن يتقدم إلى الصف الأول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يعني الناس لو عرفوا الثواب الذي يحصل للشخص إذا وقف في الصف الأول في صلاة الجماعة وكانوا لا يجدون الوصول إلى ذلك إلا بالقرعة لعملوا قرعة للوصول إلى هذا، للوصول إلى الصف الأول. وليس معنى ذلك أن يؤذي غيره، يعني إذا واحد وقف يدفعه أو يزعجه يقلقه، إن تيسر له جاء فوصل أدرك الصف الأول فهذا أحسن. الصف الأول هو الصف الذي يكون خلف الإمام، هذا ثوابه أعظم. من استطاع أن يقف هناك فالأحسن له أن يقف هناك. لو يعلم الناس ما في النداء، النداء يعني الأذان، إذا واحد أذن 7 سنين لله تعالى ثم مات هذا جسده لا يبلى، إذا كان أذن 7 سنين في المسجد ليس في البيت، في المسجد في المكان الذي يدعو فيه الناس للصلاة، في البيت سهل أن يؤذن الشخص في البيت في المسجد، لكن ليس للأجرة ليس للمال، يعني الذي حركه أنه يريد ثواب من الله أنه يريد رضا الله، فهذا من فضله أن الله تعالى يحفظ له جسده. وفي حديث رواه الترمذي: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، معناه أشدهم سرورا، الله تعالى يعطيهم ثوابا جزيلا ويكون لهم سرور عظيم في يوم القيامة. هذا معنى أطول الناس أعناقا، ليس معناه أن عنقه يصير طويلا حقيقة، لا، هذا التعبير هكذا معناه، معناه أشدهم سرورا. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. عرفتم ما معنى استهموا؟ عملوا قرعة، يعني توضع الأسماء ثم يؤخذ حتى يكون هذا طلع اسمه، يعني لا، معنى ذلك الترغيب، ليس معناه افعلوا هذا، لا، معناه الترغيب بإدراك الصف الأول، هذا معناه. ولحديث أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، يعني على أهل الصف الأول، على الصف الأول يعني على أهل الصف الأول الذين وقفوا خلف الإمام. كان الناس في الماضي يعتنون بمثل هذا، الآن في معظم المساجد قليل الذين يأتون لإدراك صلاة الجماعة، صاروا قلة. في بعض الأحيان في رمضان بعض الناس يأتون في صلاة العشاء وقيام رمضان،
لكن في الغالب الناس تركوا العناية بمثل هذا، تركوا، وهذا شيء عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذا معناه له فضل عظيم، له أجر عظيم، الذي كان في الماضي لا يجدون، ما كان يوجد كهرباء، يذهبون لإدراك صلاة الصبح مع الإمام في صلاة الجماعة، يذهبون في الظلم، ما كان يوجد كهرباء، وهذا السراج لم يكن متيسرا لكل الناس. بعض الناس كانوا يجدون، ليس كل الناس يجدون هذا السراج الذي يستعمل فيه، هذا الفتيل يوضع في نحو الزيت ثم يشعل يسرج، ليس كل الناس يجدونه. هذا أيضا فات بسبب الكهرباء، فات، ما عاد الشخص يحصل على هذا. الصلاة من الله الرحمة، اكتبوا الصلاة من الله الرحمة، أنه في الحديث: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، يعني على أهل الصف الأول. الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الدعاء، يعني الملائكة يستغفرون لهم، لأهل الصف الأول يستغفرون لهم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هو الذي يصلي عليكم يعني يرحمكم، وملائكته يستغفرون لكم، يدعون لكم. حدثتكم قبل هذا عن رجل مفتي، له الآن يقال عنه مفتي في ناحية، فقال للناس في درس له، سجل هذا الدرس، قال لهم: الرسول في ليلة المعراج طلب من جبريل أن يقابل الله، فذهب جبريل ورجع وقال: يا محمد إن ربك يصلي. فالمرأة التي جاءت بهذا الشريط تحب هذا الشيخ الذي يقال له مفتي لناحية لبلد كذا، بنتها تعلمت عندنا، هي أخبرتني، كانت تأتي إلى بيت أم حسن رحمه الله، فقالت، فقلت لها: أعوذ بالله، كيف يقول هذا الكلام؟ هذا شبه الله تعالى بخلقه، الله تعالى لا يقال عنه يصلي بمعنى الصلاة المعروفة من العباد التي فيها قيام وركوع وسجود، هذا لا يجوز على الله. لما نقول: اللهم صل على محمد، زده يا رب شرفا وتعظيما وقدرا، هذا معنى اللهم صل على محمد. هو الذي يصلي عليكم، معناه الله يرحمكم. فهي هذه الأم لما سمعت بنتها تعترض، اتصلت بهذا الذي يقال له مفتي بالتليفون، فقال لها: هاتيها هاتيها. فأخذت التليفون، قال: يا بنتي، ما سمعتي قول الله تعالى هو الذي يصلي عليكم؟ كيف بتقولي الله لا يصلي؟ يريد على زعمه أن يؤكد كلامه الفاسد بإيراد الآية في غير محلها، والعياذ بالله يتكلم عن الله كما يتكلم عن إنسان. قال: طلب من جبريل أن يقابل الله، قال: ذهب جبريل ورجع يقول وقال له: يا محمد إن ربك يصلي. من شبه الله بخلقه لا يكون مسلما، هذا عقيدته فاسدة. الله قال عن نفسه في القرآن: ليس كمثله شيء. فبعض الجهال هكذا. لما درست في المقاصد في سنة 80، بنت سألتني مرة، قالت لي: كيف نقول اللهم صل على محمد وأنت عم تقولنا الله لا يشبه شيئا؟ إلى أين ذهب بالها؟ ذهب إلى الصلاة التي هي الصلاة المعهودة. فسرت لها، شرحت لها، والحمد لله. لكن هكذا الناس إن لم يعلموا، كثير منهم بعيدون بعيدون. مرة كنت أسأل بعض الطلاب، قلت لطالبة: كم عدد ركعات صلاة الصبح؟ قالت: 3 ركعات. هذه أين؟ في المقاصد. كنت أدرس، درست الإناث ودرست الذكور، سنة هنا وسنة هنا، يعني إلى هذا الحد في الجهل، إلى هذا الحد في الجهل وصل بعض الناس، لا تعرف عدد ركعات الصلوات المفروضة، وتلك ذهب بالها إلى
حين نقول اللهم صل على محمد إلى الصلاة المعهودة من الناس التي فيها القيام والركوع والسجود. لذلك قال الشيخ عبد الله رحمه الله وصدق فيما قال: أهم ما أمامنا من العمل الآن تعليم العقيدة والتحذير من الكفريات ومن أهل الضلال. لا تنسوا هذا الكلام، وكل ما نعمله بعد ذلك فيما هو يعين على ذلك هو لأجل هذا. يعني القاعدة الشرعية حفظتموها: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا واجب، والشيء الذي يكون سببا لحصول هذا يدخل في الواجب. يعني إن لم يحصل هذا السبب لا نحصل هذا الفرض، فماذا يكون تحصيل هذا السبب؟ ماذا يكون حكمه؟ الحكم أنه يجب حتى نصل إلى هذا. ثم هذا الحق الذي نعلمه وأهل الحق الذين يتعلمون ألا يحتاجون إلى من يحميهم؟ الدعوة أليست يحتاج إلى حمايتها؟ وأهل الدعوة الذين يدعون إلى عقيدة أهل السنة والجماعة أليس أيضا يحتاج إلى حمايتهم؟ إلى حفظهم؟ يحتاج. ما يؤدي إلى ذلك، إلى هذا الواجب، يكون واجبا. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. احفظوا هذه القاعدة، هذه قاعدة شرعية. وقاعدة ثانية مهمة جدا: إذا تعين الوقوع في إحدى المفسدتين عدل إلى أخفهما ضررا. الفقهاء في المذاهب الأربعة، في المذاهب الأربعة يقولون: إذا كان الخليفة، الخليفة الإسلامي، الآن لا يوجد خليفة إسلامي، لكن إذا كان الخليفة الإسلامي الذي هو خليفة بحق وجد أن الكفار إن لم يدفع لهم المال يصطلمون المسلمين، يبيدون المسلمين، قالوا يجوز له أن يدفع مالا للكفار لحفظ المسلمين من أن يبيدهم الكفار. في الأصل هل الخليفة الإسلامي في الأصل يدفع مالا للكفار؟ في الأصل لا، لا يدفع مالا للكفار. كيف جاز له للضرورة؟ الضرورة لها أحكام يعرفها أهل العلم، الضرورة لها أحكام في الشرع يعرفها أهل العلم. فأحيانا الشخص منا يفعل شيئا بحسب الأصل لا يفعل، لكن يفعله لضرورة أو لدفع ضرر يعني متحقق أنه يحصل إن لم يفعل هذا، فهذا أيضا يسمى ضرورة، هذا يسمى ضرورة. فلا يستعجل أحدكم بالاعتراض على شيء دون معرفة الحكم الشرعي فيه. مرة قال لي الشيخ عبد الله رحمه الله: من منهم يعرف الضرورات، أحكام الضرورات؟ من منهم، يعني من من الذين يعترضون على أشياء تفعلها الجمعية لمصلحة دينية؟ بعض الناس نظرهم قاصر لا يرون ذلك. طب الذي نظره قاصر ماذا يفعل؟ يحكم بحسب نظره القاصر؟ لا، يسأل الذي نظره ليس قاصرا. إذا واحد كان وجد أن نظره قاصر، أكثر الناس نظرهم قاصر، هذا الواقع يعني، وفهمهم ضعيف. فإذا كان هو ما وصل بفهمه القاصر إلى إدراك الحكمة من هذا العمل، يحكم بنظره القاصر وينتقد ويقول. ثم النصيحة كيف تكون؟ النصيحة الشرعية كيف تكون؟ بإبدائها في محلها، في محلها، بإبدائها في محلها، ليس بانتقاد الجماعة، انتقاد الجمعية. لذلك قال الشيخ عبد الله رحمه الله: كل كلام فيه إضعاف سعي الجمعية فهو كبيرة من الكبائر. لو كان على وجه المزح، لو كان على وجه يزعم أنه مباسطة أو أنه يتسلى، يعني الطعن في جمعية أهل السنة والجماعة هذا ليس محل تسليته، هذا معصية كبيرة. وعرفتم لماذا؟ إذا واحد سألكم ليش، لماذا؟ لأن الطعن فيها ينزل منزلة قول اذهبوا إلى غيرها، ومن غيرها؟ إلى الوهابية وحزب الإخوان وحزب التحرير وجماعة رجب ديب وجماعة أمين شيخه وجماعة
فلان وفلان من أهل الضلال، هذا كأنه يقول للناس اذهبوا إلى غيرها. أين السلامة؟ السلامة في المجيء إلى الجمعية، السلامة في وضع الأولاد في مدارس الجمعية لأنها تعلم العقيدة وتحفظ الشباب والشابات الصغار والكبار من الكفريات. لذلك قال الشيخ عبد الله رحمه الله: من طعن في مدارس الجمعية كأنه يقول للناس: يا ناس ضعوا أولادكم في غير مدارس الجمعية. وما هي غير مدارس الجمعية؟ مدارس تعلم الضلال، مدارس تعلم الفساد، مدارس تعلم الكفر. حدثني شاب تخرج من مدارسنا ودخل إحدى الجامعات اللي هي كما تعلمون يعني الجامعات كالمدارس عادة فاسدة تعلم الفساد. قال: بنت تنتسب لأهل السنة تكفر كثيرا. بنت، كان في الأول نسمع أن في الشباب الذين يكفرون كثيرا، قال: بنت تكفر كثيرا، تتعرض لرب العالمين في كلامها بالسوء. فأراد أن يكلمها بلطف، فقال لها بلطف، قال لها: هذا الكلام الذي تقولينه منه حلو. بس قال لها: منه حلو؟ بعد ما قالها هذا كفر ويلزمك أن تتشهدي. فقالت له: اشبك متدين كثير. هو ماذا قال لها بعد ما بين لها الحكم؟ يريد أن يأتيها بطريق يظن أنه لعلها تقبل بالتدرج يعني على حسب فهمها. فورا قالت له: اشبك متدين كثير. وهو ماذا قال لها؟ قال لها: هذا الكلام الذي تقولينه ليس حلوا. قال لها باللغة العامية: قال لها الكلام اللي عم تقولي منه حلو. فقالت له: اشبك متدين كثير. هذا عندهم كأنه هذا الذي يكفر كثيرا على زعمهم كأنه هذا يعتبر من أهل الفهم. قال لي: الآن هذه أشياء أعرفها من الشباب والشابات الذين في الجامعات. قال لي: الآن الذي هو من اللائطين اللواطي يعني هذا له منزلة صار عندهم في الجامعة. ليش؟ قال: هذا مشى على حسب رغبته وفهمه، فصار إذا واحد انتقده هو منتقد عندهم. شو اشبك تنتقد هذا؟ هذا مشى مع رغبته، مشى مع غريزته. قال: والبنات يلتفتن إليه أكثر، يقولنا هذا لا يتعرض لنا، يعني على زعمهم أن رغبته ليست إلينا فيجتمعنا حوله. في الأول حتى في أمريكا وفي أوروبا أليس كان إذا واحد من هؤلاء اللائطين يقولون عنه شاذ ويبتعدون منه انقلب الأمر عندهم، صار كأن الأصل عندهم أن يكون كذلك، أن يكون ماشيا مع هذه الرغبة الفاسدة اللي هو شذوذ في الأصل. فصار وصلوا إلى حد إذا انتقدت هذا الشاذ ينتقدونك، يقولون لك كأنك أنت محل الانتقاد وليس هو. هذا من فساد الأفهام، أفهامهم معكوسة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يأتي زمان على أمتي يصير فيه المعروف منكرا والمنكر معروفا. وصلنا إلى هذا. إذا أردت أن تنكر الكفر ينتقدونك، إذا سكت عن الكفر يمدحونك، يقولون هذا هادئ مسالم. أليس كانوا يقولون للشيخ عبد الله رحمه الله: لما لا توحد الصف، وحد الصف مع الجماعات الأخرى؟ فقال الشيخ عبد الله رحمه الله: هذا الذي تطلبونه أن يجتمع بهؤلاء على وجه يوهم أن ما هم عليه حق هذا فساد وغش للناس، لأنه إذا اجتمع أهل الحق أهل السنة والجماعة مع هؤلاء على وجه توحيد الصف كما هم يقولون على ما هم عليه هذا غش وفساد، هذا فيه إيهام للناس أن هؤلاء كهؤلاء، أن المبتدعة كأهل السنة. وهل المبتدعة كأهل السنة؟ لا، أفهامهم معكوسة، أفهامهم معكوسة، عقولهم مقلوبة، قلوبهم مظلمة. هؤلاء هكذا صار الحال. ماذا يجب أن يفعل؟ أن يعلم الأولاد الحق من صغرهم، أن يحصنوا بعلم الدين حتى لا يقعوا في هذه الضلالات في هذه الكفريات. هؤلاء يريدون أن يعمموا الفساد وكأنه هو الأصل وكأنه هو الصواب والعياذ بالله. يجب بيان الحق
ويجب تعليم الحق للشباب والشابات للكبار والصغار حتى يعرفوا حتى لا يضلوا حتى لا يقعوا في الكفر وهم لا يشعرون. الذي يقول عن الفاحشة هذا أمر حسن يكفر، الذي يقول عن أمر فاحشة عن أمر محرم معلوم أنه محرم، اللواط معلوم أنه محرم بين كل المسلمين، الذي يقول هذا شيء حلو هذا شيء حسن هذا شيء موافق للمنسجم مع رغبة الإنسان ما فيه بأس ما فيه ضرر لا بأس به، هذا كفر والعياذ بالله. وهم يحسنونه للناس، هم هؤلاء يحسنونه للناس ويعتبرون أن هذا لا بأس به. شيخ القاعدة الثانية، إذا تعين الوقوع في إحدى المفسدتين عدل أي وجوبا إلى أخفهما ضررا، لأن العبارة إذا لاحظتم في أولها إذا تعين يعني لابد من الوقوع من وقوع إحدى المفسدتين، ماذا يفعل الشخص؟ يعدل وجوبا إلى الأخف ضررا وجوبا، هذا حكم الشرع. الآن يوجد مضار كثيرة، الآن يوجد مضار كثيرة، ماذا نفعل؟ نعدل إلى أخفهما ضررا. شو نعمل في حكم الشريعة؟ في حكم الشريعة الإسلامية هذه المكوس ليست حقا. الرسول قال لا يدخل الجنة صاحب مكس، أي لا يدخل مع الأولين إن كان مسلما، ضرائب يعني والجمارك التي توضع على البضائع والتجار. طيب كلنا الآن يتعرض لدفع هذا، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل لدفع الضرر؟ ما قلنا الخليفة يدفع للكفار لدفع ضررهم إن تعين ذلك، وهو الآن ماذا نفعل؟ لدفع الضرر، ندفع لدفع الضرر حتى لا يسجن أحدنا حتى لا يؤخذ ماله، لأنه تعرفون في القوانين يؤخذ ماله غصبا، وإن لم يكن له مال يسجن يحبس والعياذ بالله. الشخص الذي يريد السفر حتى يكون سفره سببا لحل القصر، حل القصر الصلاة الرباعية، لا بد أن يكون هذا السفر مباحا، يعني لا يجوز لمن سافر سفر معصية أن يقصر الصلاة الرباعية، هي الصلاة الرباعية هي التي تقصر. واحد من المفاتي في أيام الشيخ نزار رحمه الله يعني، والذي كان مع كان في الزيارة حي يرزق شاهد عليه، ذهبوا إليه فقام على زعمه يريد صلاة الظهر والعصر، كانوا في سفر فصلى 4 ركعات، فسأله بعض من معه لما فعلت هذا؟ نريد الجمع والقصر. قال صلينا جمع قصر، صلى 4 ركعات متصلة بسلام واحد، وهو مفتي، قال عنه مفتي. ثم لما سأله بعض من معه ليش؟ لأنه ظنوا أنه صلى الظهر 4 ركعات، قال لهم صلينا جمع قصر 4 ركعات متصلة بسلام واحد. هذا يفتي للناس؟ هذا يستفتى؟ هذا يؤخذ منه؟ الآن هو في منصب مفتي، يقال عنه مفتي لناحية من النواحي يعني. فإذا كان الشخص سافر سفر معصية ليس له أن يقصر الصلاة الرباعية وليس له أن يجمع، الذي يجمع ويقصر الذي سافر سفرا مباحا، سافر سفرا واجبا مثلا أو سفرا مباحا، الذي يسافر لحج الفرض هذا سفر واجب، كان مستطيعا وسافر لحج الفرض يقصر ويجمع في هذا السفر، سافر لتجارة هذا مباح، سافر لصلة الرحم لا يجب عليه إذا كان رحمه مسافرا أن يصله بالزيارة، إنما يجوز له ذلك وله ثواب إن فعل، إن سافر للصلة يكفيه لو كان رحمه مسافرا أن يرسل له السلام أو أن يرسل له رسالة، والآن صار يوجد التليفون، الآن إذا كلمه بالتليفون يحصل، لكن إن فعل هذا السفر ليس سفر معصية، له أن يجمع ويقصر. كذلك إن سافر للنزهة للرياضة يريد أن يتريض، فسافر يريد أن يتنزه فسافر سفرا يعني على حسب الشرع، مش ليس بمال حرام مثلا، ليس ترك الواجب وسافر، لا سفر مباح، سافر سفرا مباحا، له أن يترخص هذا الشخص بالجمع والقصر. الصلاة التي تقصر هي الصلاة الرباعية، الصبح لا تقصر،
المغرب لا تقصى الظهر والعصر والعشاء، والصلوات التي تجمع الظهر مع العصر تقديما أو تأخيرا، والمغرب مع العشاء تقديما أو تأخيرا، إما أن يقدم العشاء إلى المغرب أو يؤخر المغرب إلى العشاء. فالذي هو عاص بسفره كامرأة تكشف عورتها أو سافرت بلا عذر بلا محرم ليس لها أن تقصر الصلاة، أو امرأة ناشزة، امرأة نشزت خرجت من بيت زوجها بلا إذنه ولا ضرورة لها في الخروج ثم سافرت، هذه ماذا يقال عنها؟ آثمة بسفرها. المرأة الناشزة عاصية بسفرها، فليس لها أن تجمع وتقصر. وليس معنى ذلك أنه إن سافر سفرا مباحا وعصى في سفره ليس له القصر والجمع، لا، عمرو سافر سفر معصية، إن سافر سفرا مباحا وعصى في سفره عمل معصية في سفره، هذا لا يقطع عليه أمر الجمع والقصر، لأنه ما سافر سفر معصية، إنما سافر سفرا مباحا ثم طرأ عليه أنه عصى الله في سفره، فيبقى في أنه يجوز له الجمع والقصر. ولو أنشأه عاصيا، يعني إن أنشأ سفره عاصيا ثم تاب إلى الله، واحد سافر سفر معصية، هو مسافر، قال ليش أنا لا سافر السفر، مثلا كان يسافر لشرب خمر مثلا، وهو في الطريق قال شو بدي بهالشغلة، مالي ولشرب الخمر، أتوب إلى الله، وهو في الطريق قال أتوب إلى الله، رجعت لا أريد الآن السفر لأجل هذه المعصية، فمنشئ للسفر من حين التوبة، يعني كان سافر معصية ثم تاب إلى الله في الطريق، فمنشئ للسفر من حين التوبة. وين هو موجود؟ من الآن يبدأ حساب المسافة، لأنه تاب إلى الله ما عاد مسافرا سفر معصية، فانقطع مسافة القصر بعد التوبة، المسافة التي تقصر فيها الصلاة له الجمع والقصر. أمر مهم عرفوه وعلموه غيركم، الشخص الذي يسافر هذا السفر المباح الذي تقصر فيه الصلاة لا يجب عليه أن ينوي السفر لصحة القصر والجمع، إنما الذي يلزم أن يكون في قلبه أنه يقطع تلك المسافة، يعني مثلا نقول واحد أراد أن يذهب إلى عكار، من هنا إلى عكار توجد مسافة تقصر فيها الصلاة، لا يجب عليه أن يقول نويت السفر، قال له أبوه قم يا ابني نريد الذهاب إلى عكار، فرافق الوالد وفي نيته إلى أين؟ إلى عكار، هذا السفر مباح فيجوز له القصر والجمع إذا فارق العمرة. من الذي ليس له أن يقصر ويجمع؟ شخص خرج لا يدري إلى أين يريد، قال أنا في قلبي وحشة أريد أن أخرج حتى تذهب الوحشة عن قلبي، فوجد نفسه في عكار، تعود أن يذهب إلى عكار مثل آل رجب مثلا، فوجد أنه صار أين؟ في عكار، وهو ما قصد عكار في الأول، قصد أن يخرج لتذهب الوحش عن قلبه، فوجد أنه صار في عكار، هل له أن يجمع ويقصر؟ لا، لأنه ما كان ناويا قطع تلك المسافة، لو من الأول قال أذهب وحشتي في عكار وسافر لكان له أن يترخص بهذا السفر فيجمع ويقصر، هذا يختلف عن هذا. لذلك الفقهاء يقولون التائه ليس له أن يجمع ويقصر، واحد تائه تعرفش يعني تائه ضايع يعني، أو واحد مثلا قيل له ولدك ضاع فخرج يبحث عن ولده فوجد أنه صار مسافرا ما كان قصد أن يسافر ليس له أن يجمع ويقصر، هذا التائه ليس له أن يجمع ويقصر. ولو اقتدى بمتم، إنسان سافر سفر معصية ثم في أثناء الطريق تاب، فمنشئ سفرا من حين التوبة، واحد مثلا رايح من هنا إلى عكار، نعم نضرب المثل بعكار، تاب في البترون، يبدأ بحساب المسافة من البترون، من البترون إلى حيث هو متوجه يوجد مسافة تقصر فيها الصلاة وتجمع
فله أن يقصر ويجمع، لا يوجد فإذن ليس له. من الشروط حتى يقصر الصلاة، انتبهوا لهذا، أن يكون اقتداؤه إذا أراد الجماعة بشخص يقصر الصلاة، يعني إذا اقتدى بمن يتم ليس له قصر، ولو كان ظنه قاصرا للصلاة. يعني مثلا أنا مع رفيق لي ونحن في سفر، وعلى أساس أننا نقصر الصلاة ونجمع، لنا رخصة، فرفيقي وقف إماما فصلى الظهر 4 ركعات، أنا اقتديت به ناويا القصر لأن ظني أنه سيقصر، ماذا أفعل؟ أتمه. إذا اقتدى المسافر بمن يتم ليس له أن يقصر الصلاة ولو كان ظنه قاصرا للصلاة. العبرة بالواقع، هل هو يتم أم يقصر؟ يتم، فإذا يتم حتى لا تحتاه. إذا واحد منكم حصل معه هذا، كان في سفر اقتدى بشخص معه في السفر ظنه قاصرا للصلاة فتبين له أنه لا يريد القصر، قام للثالثة، ماذا يفعل؟ ليس له أن يقول أنتظره أنا نويت القصر، ليس له ذلك، إنما يكمل معه الصلاة الرباعية، يعني يأتي ب4 ركعات. ولو اقتدى بمتم لحظة لزمه الإتمام، لأن الشخص قد يقتدي بشخص، قد يقتدي الشخص بشخص لحظة، تعرفون أنه له أن ينوي القدوة وله أن ينوي مفارقة في الصلاة التي لا يلزم أن تكون جماعة، صلاة الجمعة تلك ليس له أن ينوي المفارقة فيها لأنها لا تنعقد إلا جماعة، والصلاة المعادة أيضا هذه لا تنعقد إلا جماعة والمجموعة للمفارقة. أما في غيرها يجوز أن يقتدي الشخص بإنسان ثم أن ينوي المفارقة ولو أن يعود ويقتدي به أيضا. فلذلك الفقهاء يقولون ولو لحظة، إذا اقتدى بمن يتم ولو لحظة ماذا يلزمه هذا المسافر؟ أن يتم، يعني أن يأتي بالصلاة الرباعية 4 ركعات. إذا مش مسافر، إذا اقتدى بواحد مسبوك فتنقلت الفاتحة لحقه وبعدين يرجع لضيفاؤه، مجرد أن اقتدى الشخص بإنسان يتم الصلاة ولو كان مسبوقا لابد أن يتم الصلاة، مجرد أن اقتدى به لو كان مسبوقا، يعني لو أدركه في ركعة أو أدركه في الجلوس الأخير من الصلاة ويعلم أنه متم لابد أن يتم. شيخنا، إذا هو بأول ركعة أدركه بعد الفاتحة ورجع فارقه مثل ثاني ركعة، يكمل هو لحاله العاد 4 أكيد، بس أول ركعة ما أتى فيها بالفاتحة، لو فارقه بيمشي الحال. نعم يصح. ولو اقتدى بمتم لحظة لزمه الإتمام، ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما، شو بيعمل؟ يتم 4 ركعات. أو بمن جهل سفره أتم، كذلك إذا كان لا يعرف هل هو مسافر أم غير مسافر ماذا يلزمه؟ أن يتم، لابد أن يعرف أن هذا الإنسان مسافر، لأن القصر، انتبهوا، قصر الصلاة لا يجوز إلا للمسافر، انتبهوا لهذه المسألة. بعض الناس يظنون أن الشخص إذا كان مريضا يقصر ويجمع، يجمع المريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها يجمع ولا يقصر، القصر فقط في السفر، فضوع هذه، في أجماع هذه المسألة أن الصلاة الرباعية لا تقصر إلا في السفر، بس للمسافر، هذا الحكم للمسافر. أو بمن جهل سفره أتم. ويشترط للقصر نيته في الإحرام، يشترط لصحة قصر الصلاة أن ينوي القصر أثناء تكبيرة الإحرام، أثناء قوله الله أكبر يقول في قلبه أصلي الظهر قصرا أو أصلي العصر قصرا، لا بد، إن لم ينوي أثناء تكبيرة الإحرام قصر ماذا يفعل؟ يصلي 4 ركعات، ليس له أن يقول لا أعيد النية، ما أنت نويت دخلت في الصلاة، واضح؟ لأن بعض الناس قد يفعلون هذا، يقول فاتني أن أنوي القصر، يقطع، إذا قطع يكون قطع الصلاة المفروضة بلا عذر، وقطع الصلاة المفروضة بلا عذر حرام لا يجوز، فانتبهوا حتى لا يقع أحدكم في مثل هذا، لأن بعض الناس قد
يحصل منهم هذا من التسرع، يقول ها نسيت نية القصر وتعلمته أنه لابد أن أنوي القصر أثناء تكبيرة الإحرام فيقطع، ثم يأتي بتكبيرة أخرى وقد قطع الصلاة وبنية أخرى، ليس له أن يفعل ذلك. من الكبائر، من الكبائر قطع الصلاة المفروضة بلا عذر من الكبائر، ويشترط للقصر نيته في الإحرام. ولو قام قاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام بطلت صلاته. إذا واحد قام وهو يقصر الصلاة وقام لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام، شو يعني بلا موجب للإتمام؟ موجب للإتمام مثل الذي اقتدى بمن يظنه قاصرا ثم تبين له أنه يتم، هذا صار يجب عليه أن يتم، هذا ما قام بلا موجب للإتمام. هنا نتكلم عن شخص دخل في الصلاة في السفر الرباعية قاصرا ثم قام لثالثة ولا يوجد موجب للإتمام عمدا تفسد صلاته. طيب إن قام سهوا، إن قام سهوا لزمه العود، لأنه هو له أن يتم بعد أن نوى القصر، له أن يتم بعد أن نوى القصر، يعني ينوي أن يتم ويتم، لكن إن قام سهوا هذا ما كان ناويا للإتمام يلزمه العود. ويشترط للقصر نيته في الإحرام، ولو قام قاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام بطلت صلاته. ولا تقول بطلت صلاته. وإن كان سهوا عادة أي لزوما وسجد له، الضمير لوين عائد هون؟ له سهوا، كلمة سهوا يعني سجد سجود السهو، هل يلزمه أن يسجد سجود السهو؟ لا، سجود السهو مستحب. وإن كان سهوا عاد وسجد له أي للسهو وسلم، يسجد سجود السهو ويسلم، إن أراد أن يفعل الأحسن يعني يسجد سجود السهو. كيف لما يعود هون إذا كان قام سهوا كان تشهد الأول وقام سهوا لثالثة، تذكر وهو في قيام الثالثة يجلس ويسجد للسهو سجود السهو قبل السلام، هذا هو قرأ قام لثالثة قرأ الصلاة، قرأ الصلاة على النبي، قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتشهد قرأه. فإن أراد أن يتم عاد ثم نهض متما، لأنه قلت لكم يجوز لمن دخل في الصلاة ناويا القصر أن يتم، فحتى هذا بما أنه قام سهوا ليس له أن يقول وهو قائم سهوا أتم غيرت رأيي أتم، لا، إن أراد أن يتم يعود للجلوس وينوي الإتمام ويقوم، لأن الدين ليس بالرأي. إذا واحد نظر إلى رأي نفسه يقول صرت قائم، الدين ليس بالرأي، خلاص يلا صرنا قائمين بالثالثة نعمل أربع ركعات. هنيك لما قام قاصر لثالثة عمدا بدون نية أن يتم، ذاك عمدا قام بدون نية أن يتم، أي ما قلت ذاك قام عمدا لثالثة دون أن ينوي الإتمام، هذا ليس له أن يفعل ذلك. فإن أراد أن يتم عاد ثم نهض، جزى الله الفقهاء خيرا الذين علموا الناس هذا حتى إذا واحد عرضت له المسألة يعرف الحل. فإن أراد أن يتم عاد ثم نهض متما، ويشترط كونه مسافرا في جميع صلاته. إذا كان في الجلوس الأخير من الصلاة التي قصرها يعني في الركعة الثانية ثم بدا له أن يتم، قال أتم الصلاة بدل القصر، يقوم لثالثة ويأتي بثالثة ورابعة، ما في إشكال. أما لو قام سهوا، إذا قام سهوا لزمه العود، ولو أراد أن يتم لزمه العود، ينوي أن يتم في الجلوس ثم يقوم ويتم. فالشخص إذا كان غير نيته في أثناء الصلاة كان في حكم المسافر، فنوى الإقامة وهو في الصلاة وقد دخل فيها ناويا القصر لأنه مسافر صار مقيما لزمه الإتمام،
هون صار موجب للإتمام، مش ذكر بلا موجب للإتمام، هنا صار موجب للإتمام، وهو أنه لم يعد في حكم المسافر، صار مقيما، صار مقيما لزمه أن يتم هذه الصلاة. فإن ويشترط كونه مسافرا في جميع صلاته، فلو نوى الإقامة فيها أي حال من الحالات أو بلغت سفينته دار إقامته أتم، كانوا يسافرون بالسفينة وهو دخل في الصلاة ناويا القصر ثم وجد أنه صار في دار الإقامة والسفينة ماشية، يجوز أن يصلي والسفينة ماشية لكن يتوجه إلى القبلة، في الصلاة المفروضة يتوجه الشخص إلى القبلة، فماذا يفعل هذا الشخص؟ يتم هنا، يتم. لما مر كان المطار مقفلا وكنا نريد الحجة، ذهبنا إلى قبرص بالباخرة ثم من هناك الطائرة إلى جدة حتى نحج، فالباخرة كانت تأكل زمانا طويلا بطيئة هي، وحتى يأتي الناس ويختم لهم ويدخلون، فأدركتنا الصلاة صلينا ثم بقينا وقتا طويلا ثم مشت الباخرة فدخل علينا الصبح. شوفوا من هنا قبرص المسافة، فأكثر الناس وضعوا حصر ونحو ذلك، توجهوا للصلاة في نفس الاتجاه الذي صلينا العشاء لما كنا هنا في ميناء بيروت، والباخرة مشت تحركت يعني. فقلت لإخواني نحمل البوصلات، قالوا الله يجزيهم الخير، يدورون على الناس. نحن كنا في ناحية القبلة وكانت الاتجاه هكذا بحسب المكان الذي كنا فيه، الآن مشينا تغير الاتجاه إلى جهة أخرى مختلفة، منهم مشايخ على رأسهم لفات كانوا وقفوا مع الناس. يا الله، ما هكذا كثير من الناس كما قال الشيخ عبد الله، أمر الدين عندهم كأنه فضلة زائدة، كأنه فضلة زائدة، أنه كيف يقال بلغتنا العامية رفع عتب، أنه نصلي رحينا على الحاج نصلي كيف ما هي. أليس حدثتكم عن أناس كنا في مطار بيروت صلينا العصر في القاعة في المطار، كنا ذاهبين للحج أيضا ثم ركبنا الطائرة وبعض الناس دخلوا على زعم في صلاة العصر وهم قاعدون على الكرسي ويسجدون على الكرسي الذي أمامهم وليسوا متجهين إلى القبلة، يعني لا هم متوجهون إلى القبلة ولا قاموا للصلاة. الله أعلم بأحوالهم، كما قد يقول قائل رفعتا أن نحن صلينا، فإذا كلموا في هذا من جهل ماذا يقولون؟ إنما الأعمال بالنيات، كأن حجة لهم يعني، وبيعاقبك بيقول لك المهم النية والقلب الصافي، بيقول لك المهم النية والقلب الصافي ما تأذي حدا. ويذكرون أحيانا الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بيقول لك أنا لا بسرق ولا بأذي حدا، سأل جيراني سأل قرايبيني ما بعيط عليهم، وقف صف محل سكر عليهم الصف ما برفع صوتي، كأن الدين عندهم هذا وكأن التقوى عندهم هذه، يقول لك ما بيمد ايده ما بيأذي حدا بس انه هذا هو، يقول لك انما الاعمال بالنيات، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ايها الناس تعلموا وانما العلم بالتعلم، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس سهل، حرب، نحن في حرب مع الجهل والجهال، حرب ليس فيها هذا السلاح المستعمل المعروف، لكن حرب سلاحنا في هذه الحرب علم الدين والأدلة، هذا سلاحنا، لكن نحن في الواقع في حرب مع هؤلاء الجهال مع هؤلاء الجهلة. والقصر أفضل من الإتمام، انتبهوا الدين ليس بالرأي، والقصر أفضل من الإتمام بنص الفقهاء عملا بحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ولأن المنقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قصر في السفر الطويل. تعالوا نتكلم في أمر الصوم، الأفضل أن يفطر أم يصوم المسافر؟ إذا كان لا يجد مشقة شديدة الأفضل أن يصوم، ليس لقائل أن يقول لا كيف بالصلاة، قلت الأفضل أن يقصر يعمل بالرخصة، هون قلت الأفضل أن يصوم حتى يكون وافق الصائمين، حتى يكون وافق الصائمين، كان لا يجد مشقة شديدة فخير له أن يصوم كما جاء في القرآن الكريم.
كما جاء في القرآن الكريم وأن تصوموا. القرآن نص على أنه خير له أن يصوم موافقة للصائمين إذا كان لا يجد مشقة شديدة. هلا إن كان يضره الصوم حرم عليه أن يصوم، إن كان يجد مشقة تحتمل لا يحرم عليه، لكن الأحسن أن يفطر إن كان يجد مشقة شديدة عليه في هذا الصوم يحتملها لكنها شديدة، أما الضرر لا يجوز أن يضر نفسه. إن كان لا يجد مشقة شديدة، لا يجد ضررا ولا يجد مشقة شديدة، ما هو الأحسن له، ما هو الخير له؟ أن يصوم حتى يكون وافق الصائمين، ولأن الصيام في شهر رمضان له بركته، فيه ثواب وفيه بركة عظيمة أن يكون موافقا للصائمين في الصيام في شهر رمضان. والقصر أفضل من الإتمام إذا بلغ ثلاث مراحل، كمان بشرط أن يكون ثلاث مراحل. المرحلة مسيرة يوم، لما يتكلم الفقهاء عن مسيرة اليوم في مثل هذا الموضع يريدون يعني اليوم من أول النهار إلى المغرب، ليس 24 ساعة، يعني يريدون باليوم هنا لما نقول سافرنا في يوم يعني بالنهار، في النهار هذا المقصود. معنى ذلك أنه الأحسن إذا كان في المسألة خلاف في القصر أن لا يقصر. لذلك شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله في آخر حياته كان إذا سافر من بيروت إلى طرابلس لا يقصر الصلاة، يصلي كل صلاة في وقتها، لأن هذه المسافة مع تقارب العمران ما عادت مسافة طويلة توافق كل المذاهب، صار فيها خلاف. فالأحسن أن بعض الناس أقل من طرابلس يقصروا ويجمعوا، أقل من طرابلس من ضعف الهمم، هذا من ضعف الهمم، لأنه الذي همته قوية يقول أفعل ما يكون فيه الخروج من الخلاف ليس ما يوقعني في الخلاف، الأحسن أن يفعل. الشيخ عبد الله كان عمره 100 سنة رحمه الله ويصلي الصلاة بلا قصر من هنا إلى طرابلس، حتى في الأخير من هنا إلى دمشق كان يصلي كل صلاة في وقتها، من هنا إلى دمشق مسافة طويلة، يعني هو العمران تقارب كثيرا لكن فيها مسافة طويلة، ومع ذلك إذا حسبنا هذه المسافة من انقطاع العمران إلى انقطاع العمران اللي هنا في لبنان إلى العمران الذي هو ذاهب إليه، أظن لا يكون تلك المسافة المتفق عليها عند جميع الفقهاء، لا تحصل من هنا إلى هناك، أظن تكون أقل. إلى لما نقول إلى دمشق يعني إلى العمران، إلى عمران البلد، عمران دمشق ما امتد امتدادا طويلا، شو مرة احسبوها من خارج العمران من هون إلى أول العمران اللي هو متصل بدمشق، ستجدون لأنه من هون لدمشق قديش المسافة؟ قديش؟ 90. أين الطريق؟ 90 طريق السيارة، نتكلم عن الطريق العام. على كل قولوا 100 كيلو، لو 100 كيلو أليس يوجد بعض الفقهاء من اشترط أكثر من هذا؟ لأنه القول عند الشافعية اللي هو قوي في قول يعمل به 45 كيلومتر، القول في قول تاني 3 أضعاف، يعني إذا ضربنا 45 بثلاثة 135، وهو عم بيقول 90 إنه إلى دمشق مش إلى أول، ما عم يحسب هو إلى أول العمران، أيوة إلى العمران الذي هناك. لذلك شفتوا الاحتياط، إذن الاحتياط حتى الذي يذهب إلى دمشق من بيروت أن يصلي الصلاة الرباعية 4 ركعات، أن لا يقصر، هذا الاحتياط، لا سيما إن كان سهلا عليه، لا سيما إن كان سهلا عليه، يعني لا يجد مشقة السيارة. إذا واحد سافر من هنا إلى دمشق بسيارة مريحة حسب العادة يجد مشقة؟ لا يجد مشقة، لا يجد مشقة أن يسافر سيارة مريحة، فالاحتياط أن لا يقصر. إذا يعني الأحسن إذا واحد سافر على طرابلس أنه ما يقصر يجمع بالصلاة أفضل له يصلي. صحيح، وهيك الشيخ عبد الله كان يقول خروجا من الخلاف، وهذا الأحسن، يعني الأحسن لأمر الدين، وبقول برجع بعيد لا سيما أن الأمر ليس فيه مشقة. بعض الناس يعتبرون من هنا إلى طرابلس يقولوا كزدورة، بيقولوا مسافرين على طرابلس، بيقولوا رايحين نكذب على طرابلس، أو يذهبون للغداء ويرجعون علبة كزدورة. بتصير المرأة
ولا ما دخل لا نخلط بين هذا وهذا. الشافعية يقولون ما هو سفر عادة لا يجوز للمرأة أن تسافره بلا محرم بلا ضرورة، ما يسمى سفرا في العادة، ولو لم يكن سفرا تقصر فيه الصلاة. يعني من هنا إلى صيدا مسافة قصيرة جدا صارت، لكنه سفر في العرف في العادة يسمى سفرا، لا تذهبه المرأة في مذهب الشافعي بلا محرم بلا عذر، ليس لا أو نحو محرم. الزوج يجوز أن تسافر معه. مين كمان فيها تسافر معه غير المحرم ونحو محرم؟ مين بعد كمان؟ يعني هو نحو محرم بس غير الزوج. عبدها الثقة إذا كان عندها عبد ثقة دين يجوز أيضا أن تسافر معه. ثقة، عرفتوا شو يعني الثقة؟ الدين الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. والصوم أفضل من الفطر، شوف الفقهاء ينبهون مثل هلا ما ذكرنا المسألة، والصوم أفضل من الفطر إذا لم يتضرر به، إذا كان لا يضره ولا لا يجد مشقة شديدة لا يحتملها الصوم أفضل. أكيد عم نحكي في رمضان. إذا عجز عن القيام، هذول المسائل المهمين في أحكام الصلاة، إذا عجز عن القيام جاز أن يصلي الفرض قاعدا، لأن النفل أصلا يجوز لو كان بلا عجز أن يصليه قاعدا وله نصف الثواب. فيعني أنتم كما يعني قد يقول قائلا تشجيعا لأنفسكم على صلاة النافلة، إذا واحد كان لا يصليها بالمرة فليبدأ بها قاعدا حتى لا يترك بالمرة. يعني لا يقول أحدكم لا كيف بدي صليها قاعد، فإذا ما بصلي بالمرة إذا كان له نصف الثواب أليس أحسن من أن يترك كل الثواب، أن يفوته كل الثواب؟ إذا عجز عن القيام جاز أن يصلي الفرض قاعدا لقوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. بعض الناس يظنون أن كل لفظ فيه يذكرون الله أو كل لفظ فيه ذكر الله معناته الذكر اللساني، لا، استشهد الفقهاء بهذه الآية يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وجه الترتيب إن لم يستطع قائما يقعد، إن لم يستطع فعلى جنب، إن لم يستطع وهو قاعد، وهذا القعود كيف يكون كيف ما كان، المهم أن يكون قعودا، والأحسن الافتراش من التربع في الصلاة. يجوز أن يتربع، بعض الناس يقولون فينا نتربع، يظنون أن التربع بس للجلسة العادية كأنه ممنوع في الصلاة، يجوز أن يتربع المصلي، لكن خير له اقتداء بالرسول أن يفترش. تعرفون ما معنى الافتراش؟ ليش اسمه الافتراش؟ يفترش ماذا؟ الساق، يجلس على ساقه، يجلس على الساق، على ساقه. يكون من منكم يفعل حتى يرى البقية الافتراش في الصلاة كيف تقعد؟ على الساق، لا قعد على ساقك، لا أنت قعدت على أليتك، على الساق اليسرى. أيوة، هذيك رجع لورا هكذا تاكل هذيك، لا بدها تكون قائمة إذا فيك. أيوة هيك، أيوة هيك، هذا الافتراش، جلس على ساقه. أما لو كان جلس على أليته هذا التورك، يقال له التورك، بتلاحظوا كيف بيصير مورك باللغة العامية. هذا الافتراش أحسن إذا في الصلاة، لمن يريد الصلاة قاعدا يصلي وهو مفترش، ولو صلى متربعا جاز. الأحسن السنة أن يكون هيك الأصابع الرجل اليمنى، أصابع الرجل اليمنى تكون بطون أصابع الرجل اليمنى على الأرض تصيب موضع الصلاة. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم سقط من راحلته فأصيب شقه الأيمن، هذا ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول أوقعته دابته فأصيب شقه الأيمن فصلى قاعدا عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه رد على الذين يقولون الرسول نور حقيقي، لو كان نورا حقيقيا كيف يتأذى بالوقوع عن الدابة؟ لو كان نورا حقيقيا كيف دخلت الحديدة في وجهه في غزوة أحد؟ كيف أسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم؟ الرسول نور بمعنى أنه يهدي للحق، ليس معناه أنه نور حقيقي
في مصر بعض المشايخ وبعض جماعة الذين يقال لهم متصوف يقولون والدليل أنه نور أن عائشة أتت بحزام أرادت أن تربطه على وسطه فانربط ووقع أنه ما في شيء يعني نور على زعمه نور. كيف هذا الكلام؟ كيف كان يصافح الناس الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فهذا ثبت أنه وقع عن الدابة تأذى شقه الأيمن وصلى قاعدا عليه الصلاة والسلام. هلأ ما هي المشقة؟ هذه المسألة كثير مهمة. ما هي المشقة المعتبرة لجواز أن يصلي الشخص قاعدا بدل القيام؟ عم نحكي عن صلاة الفرض. والمشقة أن لا يستطيع القيام إلا بتحمل مشقة شديدة تمنعه من الخشوع. فإذا هذا الضابط، المشقة الشديدة المعتبرة حتى يحل له أن يصلي قاعدا بدل القيام في الصلاة المفروضة هي أن يتحمل مشقة بسبب تحملها يمنعه ذلك من الخشوع، فيجوز له أن يصلي قاعدا. لما كنت مرة مريضا أصابني علة في ركبتي شديدة، فجاء عادني الشيخ عبد الله رحمه الله، فقلت أسأله عما بي، فقلت له أنا أجد في الصلاة قائما مشقة شديدة لا سيما في السجود والجلوس، قلت له مشقة شديدة جدا لكنني أستطيع أن أتحملها، يعني لا أظن أني أنظر. فقال لي أنت بالخيار، إن شئت صليت قائما وإن شئت صليت جالسا، مع أنني قلت له مشقة شديدة، هي كانت مشقة شديدة جدا، قلت لكنني أستطيع أن أتحملها ولا أظن أنني أنظر. فقال أنت بالخيار. فهذا الضابط أنه تلك المشقة كانت تمنعني الخشوع من قوتها، لكن كنت أجد أنني لا أنظر وأستطيع أن أتحمل ذلك. والشخص منا يخاف، يعني يخاف في نفسه يقول هل أنا وصلت إلى الحد الذي هو مأذون لي فيه، يعني بيصير إذا كان قد يكون عنده احتمال أنه لا يخاف أن يفعل حتى لا يقع في معصية كبيرة، لأنه إذا ترك القيامة وهو قادر عليه لا تصح صلاته في الفريضة عم نحكي، فيصيبه خوف الشخص. بعض الناس الآن يدخلون إلى المستشفى فلا يصلون بالمرة، وبعض أحبابنا جزاهم الله خيرا يتصلون بي، اليوم واحد من أحبابنا أمه في المستشفى يسألني عن جزئيات وأجيبه. في واحد كان في المستشفى قال لي وضعوا لي لصوقا كبيرا ما بيحطوا المصل أو بيكون بده دم أو كذا، فلعدم العناية أن يمشي على فرقة الجهال، يعني إذا كان نص متر ولا 4 سنتي بيلزق لك إياها على إيديك أو على الزنت أو على الساعد أو كذا. فقلت لهذاك الشخص الأول ثم قلت للثاني أعطي سموها الناس هدية شيئا من المال، وقل لو سمحت بدي شيء ما بيأذي الجلد وما بيترك أثر، في نوع ما بيترك سكين. في ناس دخلوا المستشفى خرجوا على أساس شيلوا كل شيء، ومضى عليهم زمان وأصابتهم جنابة واللي خلصت من الحيض واغتسلت بعدين لقيت زيح رفيع ما كان مبين، لأنه هني بيحطوا نوع من اللصوق هذا اللي بيحطوه ليس جيدا فبيبقى أثر، في نوع خفيف ما بيبقى أثر. فلما أهدى الهدية وتكلم بلطف جلب له ذاك اللطيف الظريف الخفيف ووضع له القليل، يعني هذا استفاد لأنه في الصلاة ما هو الذي يمسح عليه، ما يحتاجه للعلة للمرض ويضره إن رفعه وغسل الموضع. وهن تعرفوا أنتوا أكثرهم لا يعرفون أحكام الشريعة، يعني واحد من أحبابنا أمه في المستشفى أراد أن يدير السرير إلى جهة القبلة، فذهب للناس ليساعدوه، قالوا له لا بيمشي الحال صلي مثل ما هي تصلي. قام قال لهم الذي عم يحكوا ما أنتم مفتين ولا ناس شغلتكم الناس؟ قال لا نحن شغلتنا هون إنه ممرضين، يعني قال لهم فأنتوا اعملوا اللي أنا بطلبه منكم مدام ما في ضرر على المريض. في كل الأحوال في ضرر إذا حرك المريض؟ لا، الواقع لا، مش في كل الأحوال. وهم ما تعلموا أحكام الشريعة، فالواحد بده يهتم لأمر دينه ولأمر دين أمه أخيه إذا كان دخل
المستشفى أو لولده، لأن بعض الناس فعلا يتساهلون، يكون حاطين لزقة كبيرة ليس ما فيها حاجة، هذا الذي يضعونه للسوق الكبير لا حاجة له، فهو إذا بدكم قبل ما يروح يشتري له هو واحدة من هذول، في منهم الصيدلية، ويقول لهم لو سمحتوا حطوا لي هاي، بس الهدية تفيد، وينوي لله تعالى وما لا يريد منهم منكرا، يريد منهم أن يفعلوا خيرا، فيهديهم هدية. حاجة عين، والمشقة يعني المشقة التي تعتبر يجوز له أن يقعد بدل القيام في الفرض، أن لا يستطيع القيام إلا بتحمل مشقة شديدة تمنعه من الخشوع. كلكم وعيتم هذه المسألة. ذكرنا في درس البارحة أمرا مهما، وهو أن بعض المشبهة بعض الوهابية صاروا يستعملون عبارات للتمويه على الناس ولإيقاعهم في التشبيه، يجب أن يكون في المسلمين من يعرف الرد على ذلك. فمن جملة العبارات التي يستعملون أنهم يقولون أنتم ماذا تقولون عن الله خارج العالم أم داخل العالم، فعرفوا الجواب الله موجود بلا جهة ولا منع، ولا يقال خارج العالم ولا يقال داخل العالم، الذي يقال عنه خارج وداخل المخلوق، الله لا يقال عنه خارج ولا يقال عنه داخل. ولتبسيط ذلك أيضا يقال الله كان موجودا في الأزل وحده ولم يكن عالم، وكان يقال عن الله سبحانه وتعالى كان موجودا في الأزل ولا يقال خارج العالم ولا داخل العالم، وبعد أن خلق العالم يقال هو موجود ولا يقال داخل العالم ولا خارج العالم. الله تعالى ينور قلوبنا جميعا ويرزقنا الفهم الصحيح، هم حرموا هذا الفهم الصحيح. وأيضا بعض المتحلقين منهم ماذا يقولون للناس؟ يقولون نحن نقول كما أنتم تقولون موجود بلا مكان فوق العرش حيث الجهة العدمية، يقولون حيث الجهة العدمية. فمن جملة ما يرد عليهم به أن يقال لهم هذه بدعة من عندكم جئتم بها، من أين جئتم بهذه اللفظة جهة عدمية؟ الجهة شيء حادث مخلوق، فإذا قلنا جهة كيف يقال جهة عدمية؟ الجهة شيء حادث مخلوق، والرسول قال كان الله ولم يكن شيء غيره. حتى هذه بما أنهم عرفوا أننا نرد عليهم بهذا الحديث صاروا يقولون إيه هذا مش غيره، هذه جهة عدمية. قد يقول لهم قائل إما أن يقال هي هو أو هي غيره، فهي ليست هو غيره، فلم تكن في الأزل، لم يكن إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا قال لكم هذا الخبيث يقول للناس كيف تقولون لا نقول خارج العالم ولا نقول داخل العالم، نفيتم هذا وهذا فإذا هو غير موجود، كيف يرتفع النقيضان؟ إذا سألكم كيف يرتفع، لأن الوجود خارج العالم غير الوجود داخل العالم، هذا نقيض هذا، كيف يرتفع النقيضان؟ يقال له عدم جواز ارتفاع النقيضين في الشيء الذي يلزم أن يكون فيه أحد الأمرين، في الشيء الذي يلزم أن يكون فيه أحد الأمرين، أما ما لا يلزم أن يكون فيه أحد الأمرين فلا يقال لا يجوز ارتفاع النقيضين عنه، كما لا يقال عن هذا الحائط عالم ولا جاهل، هذا نقيض هذا ويرتفع هذا وهذا، لأنه لا يوصف به، الحائط لا يوصف بالعلم ولا يوصف بالجهل، الله لا يوصف بأنه خارج ولا يوصف بأنه داخل، يوصف بأنه موجود، يوصف بأنه موجود لا كالموجودات سبحانه وتعالى. لما هذا اللعب والدوران؟ هذا الدوران يريدون أن يوقعوا الناس في التشبيه، لماذا؟ لأنهم يقولون كيف نعتقد موجودا لا نتصوره؟ أليس قلت لكم قد صرح أحدهم بأن قال إن لم يكن جسما فما هو عن الله، الله خالق الجسم كيف يكون جسما؟
في العقل مستحيل أن يكون خالق الجسم جسما، مستحيل، هذا مستحيل، والشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقول. فيجب أن يكون في المسلمين من يحسن الرد عليهم، من يتقن الرد عليهم بالأدلة النقلية والعقلية، حتى لا يوقع الناس في عقيدتهم الفاسدة. الله ليس كمثله شيء، الله تعالى ليس شيئا يتصور، ليس شيئا يتمثل في القلب، المتصور مخلوق، الله خالق المخلوقات، خالق الصور، من أسمائه المصور أي خالق الصور. هل يجوز أن تكون له صورة؟ لا، لا يجوز على الله ذلك. لذلك قال الإمام البخاري في تفسير قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، لأن الله لا صورة له، قال إلا ملكه أي إلا سلطانه. وأيضا البخاري أول غير هذا مما هو ثابت، والبخاري من السلف الصالح، أول الضحك بالرحمة، ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين، يضحك الله ليس معناه أن الله يضحك كما يضحك العباد، تبدو النواجذ وتبدو الأسنان وتنكشف الشفة عن شيء في الوجه، لا، هذا لا يجوز في حق الله. أول الضحك بالرحمة، هذا يسمى تأويلا تفصيليا، هذا يسمى تأويلا تفصيليا. الرسول قال لصحابي مع زوجته لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه العجب الذي هو من صفات المخلوقين، نحن نتعجب بمعنى ننفعل. إذا واحد قام في الآن فيكم وأسرد لي متن الطحاوية نعجب من هذا، نقول ما شاء الله، نحب هذا. لقد عجب الله أي رضي الله عما فعلتماه بالضيف. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه ضيف فأرسله لصحابي فقير وكان ما عنده من الأكل إلا ما يكفيهم، الزوجة المطيعة الطائعة التي تعرف الشرع وتريد إكرام ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لزوجها ما عندنا إلا ما نأكله، يعني نحن والصبيان، للصبيان، فنومت صبيانها مع الجوع، ثم السراج أخفضت نور السراج حتى يظن الضيف أنها تأكل هي وزوجهم يأكلان معه حتى ينجبر خاطره، يعني ضعف الضوء، نوص الضوء، نوص السراج. فالرسول عليه الصلاة والسلام الله أوحى إليه بما فعلاه فقال لهما لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، يعني الله رضي عن هذا الفعل، ما ضر أنفسهما ولا الأطفال، إنما آثر الضيف على أنفسهما مع الفقر الشديد، فعلى هذا لله تعالى. فهذا اللفظ لقد عجب الله هل يحمل على الظاهر المتوهم الذي هو الانفعال؟ لا، لا يجوز على الله. السلف الصالح أول هذه الألفاظ التي ظاهرها لا يليق بالله سبحانه وتعالى، حتى لا يقول قائل السلف الصالح ما أول تأويلا تفصيليا، هذا البخاري من السلف الصالح، أول في أكثر من موضع في صحيحه ألفاظا من نحو ما ذكرت، وقبله ابن عباس ومجاهد أيضا قالا بالتأويل التفصيلي. والرسول عليه الصلاة والسلام أليس أورد الرسول قال حديثا قدسيا فيه ذكر لفظ وذكر تأويل هذا اللفظ فيما يرويه عن ربه عز وجل، يقول الله تعالى يا ابن آدم مرضت فلن تعودني، قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان فلم تعده، يعني مرضت معناه مرض عبدي فلان فلن تعده، ولم تعدني أي لم تعده، فلا بد فيه من التأويل. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر اللفظ وتأويله، ذكر اللفظ وتأويله، إذا ترك على الظاهر المعنى يكون فاسدا، إذا ترك على الظاهر يخادعون الله، إذا ترك على الظاهر المعنى يكون فاسدا، الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه أن يخدع. يخادعون الله أي يخادعون رسول الله، أي يخادعون رسول الله، لابد من التأويل.
لا بد من التأويل. إذا ترك التأويل يقع الشخص في التشبيه، في تشبيه الله بخلقه، فلا بد من التأويل حتى لا يقع الشخص في التشبيه. ترك التأويل بالمرة يوقع في التشبيه، وتشبيه الله بخلقه كفر. لازم يا أحباب نحفظه، لازم أن يكون فيكم من يعرف الرد على هؤلاء، لأنهم ينشرون هذا الفساد، ينشرون هذه العقائد الفاسدة. الناس يعيشون في جهل، مما حدثنا به أخونا الذي يذهب إلى عكار كثيرا، عجائب عندهم في عكار، كل مدة نسمع عجيبة. مثل ما قال الشيخ مرة في الدرس، سألوه عن شخص يريد أن ينادي شخصين، كل منهما اسمه عبد الرحمن، فقال: يا عبد الرحمنان تعاليا. قال له الشيخ: أعوذ بالله، ما سمعت بهذا من قبل، كل مدة نسمع عجيبة. إن أراد أن الله اثنان هذا كفر والعياذ بالله، إن فهم من قوله يا عبد الرحمنان أن الله اثنان فهذا كفر، أما إن لم يفهم أن الله اثنان لا يكفر لكن لا يجوز. فكل مدة نسمع عجيب، هذا من العجائب اللي هي لا تصل بهم إلى حد الكفر. في عكار قال: الكبار منهم ماذا يفعلون؟ يأتون ببقرة حية يشقونها، يأخذون منها قطعة لحم ثم يخيطونها ويأكلون اللحم. قال: ثم يربو لحم غيره، والنعجة يفعلون بها مثل ذلك، تعذيب لها حرام، وهذا اللحم حرام أن يأكلوه، وجزء حي كيد مفصول كميته لا شعر المأكول. يعني إذا قطع جزء من بهيمة حية حكمها كحكم ميتة هذه البهيمة. البقرة إن ماتت بلا ذبح ما حكمها؟ نجسة ميتة. الذي قطع منها هذا اللحم الذي قطع منها نجس لا يؤكل، حكمه كحكم ميتته. الميتة تؤكل؟ لا تؤكل. ما الذي ساقهم إلى هذا الجهل؟ لا شعر المأكول وصوفه وريشه وريقته وعرق والمسك ثم فأرته. يعني هذه تستثنى، الصوف إذا قطع طاهر، الشعر طاهر، والدمع طاهر، والريق طاهر، والعرق عرق البهيمة يعني الحيوان الحصان والبقرة كل هذا طاهر، والمسك الذي يكون في الفأرة الغزال هذا أصله دم يتجمد يصير مسكا، وله هذا الكيس يسمى الفأرة المسك، يقال عنه فأرة المسك، هذا طاهر والمسك الذي فيه طاهر. ما الذي ساق هؤلاء إلى هذا الجهل؟ أنهم لا يتعلمون، لا يسألون عن أحكام الشريعة ويفكرون في الدنيا. ما الذي ساقهم إلى أن يفعلوا مثل هذا؟ قالوا لي: هناك إخواننا الذين يذهبون إلى هناك أكثر الذين يبيعون اللحم يمكن لا يعرفون أحدا إلا ويبيع الميتة باسم أنها مذكاة، تموت البقرة يقول خسارة يمكن ثمنها مليون أو أكثر، كيف أتركها؟ يذبحها صورة هي ميتة ثم يسلخها قبل الفجر قبل أن يرى الناس، يعلقها ويخيط لها إن كانت بقرة أنثى يخيط لها خصيتين حتى يظن أنها ذكر، ثم مثلا الكيلو ب15,000 يبيع ب7,000 مثلا، وفي الضيعة تعرفون يقولون اللحام الفلاني عنده عجل بلدي ب7,000، يهجم الناس وهم يطعمونهم الميتة والعياذ بالله. هذا حرام من الكبائر، هذا حرام من الكبائر. ما الذي ساقهم؟ جهلهم وشدة تعلقهم بالدنيا، حب المال إلى هذا الحد يصل حب المال بالشخص. أليس في مصر ما سمعتم أن بعض الناس صار يطعم الناس الكلاب والحمير الأهلية، يذبح الكلاب انقرضت في ناحيته، ما عاد يوجد كلاب، هناك يوجد كلاب شاردة بكثرة، ما عاد يوجد كلاب، صار يذهب إلى حي آخر حتى يجلب الكلاب، يطعم الناس لحوم الكلاب ولحوم الحمير الأهلية، الحمار الأهلي هذا الذي يستعمله الناس في بعض الطيع، ليس الحمار الوحشي ذاك يجوز أكله، ذاك يجوز صيده وأكله وذبحه وأكله واحد، أما هذا لا يجوز أكله. في مصر فعلوا، وفي السعودية أخبروني عن شخص كان يفعل هذا، يذبح الحمار دون أن يعرف الناس ثم يخلطه باللحم. هذا الذي كان في مصر واحد منهم ضبطته الدولة أخذته، فسألوه التحقيق يعني لما فعلت هذا؟ قال: أطعم الفقراء اللحم. قال: أسيبهم من غير لحمة؟ كيف أتركهم بلا لحم؟ لو أكلوا
الخبز والماء لكان خيرا لهم، والتمر والماء لكان خيرا لهم. أليس الرسول مضى عليه شهر وشهران وما أكل طبخ طبيخ ما أكل هو وعائشة؟ كان يأكل التمر والماء صلى الله عليه وسلم. الطعام لا يخلق القوة، الله يخلق القوة. إذا أكل الشخص خبز الشعير الآن يقولون ما تسمعون، يقولون هذا أحسن لكم للصحة من أن تأكلوا الخبز الآخر، يقولون عن خبز الشعير يمدحونه، يقولون لا يسمن ويعطي قوة للشخص. الرسول كان يأكل خبز الشعير، سيدنا سليمان كان يأكل خبز الشعير زهدا وبعدا من التنعم حتى نتعلم منهم ذلك. فهذا الجهل يسوق صاحبه إلى المهالك. نهلل مع بعض.